صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله امر ملكي رقم 22 بتعيين اعضاء مجلس مفوضي المؤسسه الوطنيه لحقوق الانسان. وجاء في الماده الاولى من الامر الملكي انه يعين عضوا في مجلس مفوضي المؤسسه الوطنيه لحقوق الانسان، كل من اولا الاعضاء المتفرغين خالد عبد العزيز الشاعر. الدكتورة فوزية سعيد الصالح، الدكتور مال الله جعفر الحمادي علي أحمد الدرازي. ثانيا الأعضاء غير المتفرغين: الدكتور بدر محمد عادل، دينا عبد الرحمن اللفظي، روضة سلمان محسن العرادي، الدكتورة حورية عباس الديري، دانيال مارك هارون كوهين. ثالثا: أعضاء من السلطة التشريعية هالة رمزي فايز قريصة وأحمد صباح السلوم، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد.